السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بداية جديدة يا عيلة. خلاص. بص انا خلصانة اساسا ومش قادرة خالص وتعبانة جدا جدا جدا، ودكتورة حابة بتتكلم في النوم وفي الاكل والمواعيد والكلام ده، مفيش، كله بايظ، ولا في اي حاجة من الحاجات دي بتحصل خالص خالص. مش عايزه اقول لكم يعني الواحد خلاص مش قادر، بس يعني ادعوا لي ان شاء الله بامر الله. طبعا كنت معتذره الاسبوع اللي فات عن القاهره، فان شاء الله بكره وبعد وانا في مواعيدي عادي في مصر الجديده وفي الدقي زي ما انا. تمام. طيب سريعا بقى عشان اللايف في شويه حاجات كتير كده عايزه اقولها لكم كلكم، وفي نفس الوقت تشاركوني احنا الحاجه اللي انا بفكر فيها نعملها ازاي. انتوا دايما شركائي في كل حاجه، ودايما بحب اعمل فوت واخد رايكم بحيث تبقوا موجودين معايا كده، واي حاجه نبدا ان احنا ناخد قرار فيها سوا، ما بحبش اخد حاجه لوحدي. طيب مبدئيا كده، بما ان انا خلاص بقى ليا حاجه بتاعتي في بلدي في المحله، فطبيعي جدا لازم اعمل اوفرز وعروض اول اسبوع. حلو. تمام. اول اسبوع هيكون خصم 50% على كل الاستشارات بتاعتي، سواء اونلاين سواء في العيادة، من خارج مصر من داخل مصر، خصم 50%. ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، الناس اللي في المحلة هم اصلا اللي هيبقى ليهم خصم 50% عن الباكج بتاعتي. يعني انا اوريدي الباكج بتاعتي برقم، هو اساسا هياخد خصم 50% من غير حاجة. في الاسبوع ده بقى هياخد بقى، هيبقى 25%، لان طبيعي جدا اهلي استحالة، يعني لازم، يعني الناس اللي كانوا سبب برضو ومعايا لازم يبقى ليهم اوفر سبيشالي للناس اللي هم هيبقوا من المحل. يبقى اي حد، تسلم لي يا استاذ ناصر وشكرا على دعواتك الجميله دي، تسلموا لي كلكم بجد، تسلموا لي. فهيبقى فيهم ليهم خصم مختلف تماما برضو زي ما احنا قلنا. طيب دي تاني حاجه. تالت حاجه، العياده الحمد لله بفضل الله انا اوريدي مجهزاها بطريقه، يعني المحلة لحد ما لسه الحاجات اللي انا عاملاها مش موجودة، ممكن يكون الكلام ده موجود في القاهرة، من حيث النظام، من حيث السيستم، من حيث المواعيد، مفيش حاجة اسمها بقى ورقة وقلم، لا كل حاجة كومبيوترايزد، الحاجة اورجانيزد قوي. هتحسوا ان انتوا بتتعاملوا في مكان مريح، جاي من سفر، هتلاقي فيه كوفي كورنر، تشرب نسكافيه، تشرب حاجة، مظبطين كل حاجة. كمان هتلاقوا الموضوع، يعني مش عايزه احرق مفاجآت، اللي هيزورني هيلاقي الموضوع مختلف تماما ان شاء الله بامر الله. طب حلو قوي. بالنسبه بقى ليوم الخميس، مش الافتتاح هيبقى يوم الخميس، مش هعرف اعمل فيه اللي انا هقوله ده، ولكن هخلي للخميس اللي بعده الناس اللي عايشه معايا في المحل او قريب مني طبعا وعايز يعمل انبادي هيكون فور فري، اليوم كله فور فري، ما فيش فيه اي حاجه خالص. تمام. هيبقى يوم الخميس اللي هو موافق 7/4. تمام. حاجه بقى كده كنت انا ناوياها بيني وبين ربنا من زمان، يعني قبل ما اتكلم على التشالنج بتاعت رمضان، ان انا يوم ما ربنا يكرمني وافتح بدايه جديده نيوتريشن سنتر، ان انا يوم الخميس ان شاء الله بامر الله هيبقى مجانا طول ما انا عايشه على وجه الارض. يعني يوم الخميس انا مش هاخد فيه اي حاجه خالص، كل الوقت وكل الايفورت وكل اللي انا هعمله في اليوم ده هيكون لوجه الله تعالى، مش هاخد اي حاجه خالص طول ما انا عايشه على وجه الارض، طول ما انا عايشه. فاي حد هيبقى عايز يتابع يوم الخميس مجانا، طبعا رجاء في ناس فعلا بجد ممكن تبقى عايزه فعلا تتابع ومعهاش، يعني هي ما تقدرش، فده هيبقى طبعا الاولويه، ولكن انا مش هقدر احدد ده، دي بترجع ليكم انتوا بقى. فاليوم ده انا مش هستقبل فيه اي مقابل لاي حاجه هتتعمل في اليوم ده، هيكون لوجه الله، وده على طول ملوش علاقه بالافتتاح، ده حاجه سيستم في العياده. يوم الخميس ده هيكون مجاني في كل حاجه ان شاء الله بامر الله، وربنا بس يجعله في ميزان حسناتي ويبقى صدقه جاريه بامر الله، سواء العلم او الوقت او المجهود او كل اللي انا هديه في اليوم ده يبقى في ميزان حسناتي، ودي هتبقى افضل صدقه انا ممكن اعملها بامر الله. طيب هنخش بقى على التشالنج. التشالنج رمضان يا عيلة، وشاركوني بقى. تمام. انا مبدئيا لازم رمضان السنة دي يكون غير. انا دايما بطلع فيديوز وبطلع اقول نصايح رمضان ونعمل ايه عشان نخس في رمضان، ورمضان ده فرصة ذهبية ان احنا نخس، وبتكلم كتير جدا وبدي نصايح كتير جدا، وفي ناس بتطبق وفي ناس ما بتطبقش.
انا بقى معاكم لازم نطبق دلوقتي خلاص، ما عادش لينا حجه بقى. تمام، لان فعلا رمضان فرصه ذهبيه احنا ممكن نخس، وعايزه اقول لكم كتير جدا 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 لو احنا عرفنا نستفيد من ساعات الصيام دي وننظم وقتنا بالشكل اللي احنا هنتبعه يعني هنطبقه، هتشوفوا الريزلت هايله، ويبقى بوابه لينا بقى بعد كده اللايف ستايل حلو قوي. وبناء عن كده لازم اشجع عيلتي الجميله، احمسهم كده ان هم يشتغلوا. طب حلو قوي، هنعمل ايه؟ هعمل عايز اعمل هدايا بمناسبه طبعا الافتتاح، الناس اللي هي تشترك سواء اونلاين او في العياده، يعني عادي ما مش هتفرق، انت بعيد عن المحله تمام جدا اونلاين مفيش مشكله، بس اقول لك هتعمل ايه. انت معايا في المحله خلاص بقى، وانت قريب مني هقدر اعمل اللي انا هقول لكم عليه. انا مبدئيا اكتر حد هيخس، انا عايز اعمل هدايا قيمه، يعني هدايا تخليكم فعلا عايزين تخسوا ويبقى في حماس. هتعمل مثلا عندي الانبادي مثلا، هيبقى فيه الوزن وفيه الدهون وفيه كل حاجه. انت بادئ مثلا رمضان مثلا وزنك 80 كيلو مثلا، بعد شهر رمضان نزلت 5 كيلو مثلا 75، ده هيبقى باين عندي انا في العياده بيفور وافتر، وهقارن في حد تاني نزل 6، في حد تاني نزل 3، في حد نزل 2 وهكذا. اكتر حد، هو مش هيبقى حد واحد يعني، بس هيبقى كده هنشوف مين اكتر، اكتر حد نزل وعمل سكسس ستوري وفعلا خسر دهون ونزل من وزنه هيكون له هدايا معايا. طب الناس الاونلاين انا هكنترول الكلام ده ازاي وهعرفه ازاي؟ انت برضو لازم تعمل لي انبادي في مكان قريب منك، في صيدليه ايا كان مكان قريب منك، هتعمل لي الانبادي وتبعت لي الصوره وهتتابع معايا عادي خالص، وفي اخر الشهر هنشوف الريزلت بتاعتنا وصلنا لايه. واكتر ناس نزلت وزن وخست في رمضان لازم يكون معاها جايز، لازم يبقى في جوائز. والله بقى انا فكرت في جوائز، يعني اقول لكم انا فكرت في ايه، بس انا هسيبكم انتوا تقترحوا عليا اللي موجود معايا دلوقتي في اللايف، اعمل جوائز ايه عشان احمسكم؟ ذهب مثلا، ولا نجيب هدايا في المطبخ، ولا نعمل ايه؟ ازيك ازيك يا سماحه، عامل ايه اخبارك؟ يا رب تكون بخير، كل سنه وانت طيب. قولوا لي يا عيلتي يا جمال اللي معايا في اللايف، وسواء حتى معايا في اللايف، انا عارفه ان انا طالعه الساعه 6 والوقت صعب وفي ناس بتشتغل وفي ناس ممكن ما تكونش موجوده، اي نو عارفه الكلام ده، بس غصب عني انا قلت اخطف 5 دقايق او حاجه واطلع اكمل شغل بره الدنيا، يعني مش عايزه اقول لكم انا خلاص مش قادره والله، بس لازم اكون موجوده معاكم بسرعه كده. فحتى بعد ما نقفل اللايف اكتبوا لي في الكومنتات اقتراحاتكم للهدايا. انا فكرت في هدايا، عايزه مثلا اول 3 هدايا كده تبقى هدايا، وبعديها طبعا قيمه الهدايا كفاليو كفلوس هتبدا تقل، بحيث اكتر حد نزل في الوزن نكافئه بشكل حلو. اقترحوا عليا هدايا بقى، قولوا لي انتوا كده ممكن تبقى الهدايا ايه. يوم بيوم بالاوزان الكبيره، رشيد حبيبتي انت في اللايف، ازيك يا رحاب عاملين ايه وحشتوني، سلمى نور وحشتوني جدا، ربنا يديك. قولولي ها اقترحوا عليا هدايا نجيب ايه. انا مستنيه اكتر، انتوا بتفكروا ولا ايه؟ انتوا عايزين تدفعوني كتير؟ قوليلي يا روشيل، عايزه هدايا كده تخلي الناس تتحمس وتنزل في الوزن ويبقى عندها طاقه ايجابيه كده وتاخد رمضان التشالنج، مش نفكر في الكنافه والقطايف وبس. اللي بره امريكا معايا، عيب عليكي عيب عليكي، امريكا على راس، ما انا لسه قايله اونلاين برضو معايا ما تلاقيش. اللي في امريكا في اي مكان مش هتفرق، يعني مغرب جزائر امريكا كل حاجه عادي جدا مفيش مشكله خالص. الكلام ده ينطبق على اي حد بيتابع معايا اونلاين او بيتابع معايا في العياده. طب هنوصل هديه ازاي بقى لامريكا؟ والله بقى ممكن ايه، ندور على حد شحن، نبعت فلوس، يعني ممكن نحولها لعمله ونبعتها فلوس، يعني ممكن ما تبقاش هدايا يعني عينيه، اللي هو مثلا لو هنشتري هدايا لا ممكن نحولها لك فلوس ما تقلقش، وبالدولار كمان، والدولار غالي خلي بالكم. عايزه تذكره انزل مصر يا حبيبتي، عايزه تذكره ليه؟ وحشتك مصر، وانا كمان والله نفسي اشوفك يا حبيبتي، تيجي بالسلامه يا رب، تيجي بالسلامه يا رب يا رشيل بامر الله يا حبيبتي. تحيه كبيره ليكوا، قولوا لي طيب، انا بحبكم انا كمان، وتحيه ليكوا والله، بس اقترحوا عليا هدايا، عايزاكم تقولوا لي ايه اللي ممكن نعمله. الذهب غلي، اجيب هدايا ذهب، والفضه برضو هتلاقيها غليت، اجيب فضه ولا اجيب اجهزه في المطبخ ولا اجيب ساعات، اجيب ايه؟ يعني قولوا لي كده نحمس الناس ونخليهم يخسوا في رمضان وياخدوها بوابه يعدوا بيها نظام كويس. حبيبتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ده نورك.
والله العظيم نوركم انتوا، ربنا يخليكم ليا يا رب، بحبكم. بالعنت؟ لا، يشترك معايا يعني، هيشترك يحجز، سواء يحجز اونلاين او يحجز في العياده، هيبقى ليه الهدايا اللي احنا هنقول عليها دي، سواء اونلاين او في العياده مفيش مشكله. وخلي بالكم اول اسبوع خصم 50%، سواء في العياده او اونلاين، خصم 50% سواء في العياده او الاونلاين على كل الباكج، يعني اي باكج انت هتحجز فيها هيبقى فيه خصم 50%. ساعات سمارت، حلو تمام. ايه تاني؟ اعملي برنامج وجايزتي يا جو. ماشي يا حبيبي، تسلم والله العظيم، جايزتي ان انا اشوفك انت، ربنا يبارك في عمرك. ادعي لي ادعي لي ادعي لي ادعي لي كتير. انا قلت ساعات فعلا، حلو تمام. ايه تاني؟ ولو رجاله هنشوف بقى، يعني تبقى ساعة رجالي يا السمارت عموما بتمشي ما فيهاش مشكلة يعني، بس في ساعات تانية برضو بتبقى غالية. اقتراحات ساعات بس يا عيلة، يعني انا داخلة لايف عشان تقترحوا عليا، تقوموا قايلين لي ساعات بس، ينفع الكلام ده؟ ها ايوه، قولي يا رحاب حاجة، اكتبي لي اقتراحات يا رشيد، اكتبي لي اقتراحات. حلو طيب، اسيبكم تفكروا، ايه رايكم؟ اسيبكم تفكروا تمام. انا كده كنت عايزه اقول الحاجات اللي انا عايزه اقولها. بمناسبه الافتتاح اللي هيشرفني طبعا يوم الخميس، يعني هكون سعيده جدا بيكم ان شاء الله. افتتاحنا هيبقى يوم الخميس بامر الله، ادعوا لي. زي ما احنا قلنا هيبقى خصم 50% على اول اسبوع، سواء في حاجة مطبخ اوكي، ما دي من ضمن اقتراحات. انا عايزة افكار تانية، دهب صيني هيبقى مش غالي يعني، انا عايزة حاجة قيمة. هيبقى خصم 50% كل الاستشارات الاونلاين على كل الباكج وفي العيادة تمام. يوم الخميس اللي بعده 7/4 كل اللي في المحل هيبقى فري امبادي. زي ما احنا قلنا برضو التاني، طبعا الخميس هيبقى مجانا على طول على طول، ملوش علاقه بفتح عياده. التشالنج رمضان انا هخلي ان في ناس تكسب معايا 10 اشخاص، 10 اشخاص هيكسبوا معايا، بس اول ثلاثه اللي هينزلوا في الوزن اعلى ارقام هينزلوها، هيبقى اول ثلاثه دول هيبقى ليهم هدايا مختلفه تماما عن السبعه الباقيين تمام. اتفقنا؟ اشوفكم دايما على خير يا رب، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وعايزين نستفيد من رمضان في حاجات كتيره جدا، سواء الحته الروحانيه دي اهم حاجه، بلس الدايت يكون موجود معانا، وفرصه ان اي عادات نفسك تكتسبها مش بتعرف تنظم وقتك، عندك مشكله في الاكل، فرصه والله ان انت تنظم وقتك كويس جدا، وان انت تتبع عادات صحيه كويسه، وان انت لو انت مثلا مدخن وبتشرب سجاير ممكن تخليها خطه وتتوكل على الله كده، وتخلي ربنا يعينك على قرار زي ده وتتخلص من السجاير. خلوا رمضان تكتسبوا عاده صحيه جديده، هتفرق كتير جدا معاكم بامر الله. محافظ جلد، تصدقي فكره حلوه رحاب، فكره حلوه جدا على فكره، برافو عليكم. ايوه كده يا عيله، بصوا انا هقفل اللايف تمام عشان ما اطولش عليكم، وفي الكومنتات اللي هيشوف اللايف بعديها يكتب لي في الكومنتات كل اقتراحات كل الهدايا، عشان اللي انتوا هتقولوه هو اللي انا هعمله، خلي بالكم اللي انتوا هتكتبوه هو اللي انا هعمله. بحبكم، باي باي.